دون فائز بدون أهداف المولودية التي كانت تسعى للظفر بنقاطها المباراة للخروج من أو الابتعاد من المنطقة الحمراء. حاولت من في العديد من المرات الوصول إلى شباك الشبيبة، ولكن دفاع الشبيبة والحارس نبيل مزاري كان بالمرصاد، ثم ريال في محاولة، ولكن الحارس بالعريبي يتمكن من إنقاذ المولودية. بعد ذلك أشبال المدرب بن شاذلي حاولوا في العديد من المناسبات، ولكن دون جدوى أمام تسرع لاعبي المولودية، وكذا تألق الحارس نبيل مزاري الذي عوض الحارس مليك عسلة بكيفية يعني جميلة قبل أو مولودية وهران سعت في الشوط الثاني للوصول إلى شباك الشبيبة، ولكن تنتهي المواجهة من دون أهداف، وهكذا شبيبة القبائل تغتنم نقطة ثمينة في حين مولودية وهران تتعقد مأموريتها في أسفل الترتيب. نستمع الآن إلى تصريحات بعد المباراة. الشوط الاول ما عرفناش كيف نتحكموا في امورنا، ما لعبناش مليح، سهلنا نوعا ما الخصم، الى ان يعني تصحيحنا في الشوط الثاني اعطى نوع من الروح الهجوميه واكتساب المساحات اللعب. خدينا نقطه، كان المفروض يعني نتحصل على نقطه ثلاث نقاط الفوز، كان يعني كل شيء حاضر، كان في أداء، كان في روح قتالية، كان في انسجام، كان فيه يعني خلق عدد كبير من الفرص، ولكن ما لم تجسد أمام المرمى. مقابلة كانت كما كنت تشوف وين كرينا لي زوكازيون بزاف، لا ريسويت كانت ما كانش معنا اليوم. هادو البروبليم بالك هو اللي خلانا اليوم ما ندوش 3 بوان، هذا باسكو نورمالمون 3 بوان استاهلوها اليوم. كيما شفتوا دخلنا الماتش افيك اون بريدونس، ما رحناش ديريكت الاول، قعدنا نستناو شويه، الشيء اللي خلى لادفيرسير يعني لا بريد كونفيونس ديال ديبار، مي كيما يقولوا الحمد لله اون سيو كونسيرفي جديري كونسيرفي لو سكور.